هي لعبة محاكاة أخرى Dead Rally 2 من كود ماسترز، واللي يعتبر أفضل استوديو وناشر بيعمل ألعاب محاكاة، واللي بيعمل سلسلة كبيرة زي F1، فهو أكتر استوديو وناشر مع حقوق رياضات السيارات. فسلسلة F1 سلسلة كبيرة جدا بتضم عربيات رياضية كتيرة قوي ومعظم الطرق والسباقات العالمية الخاصة بـ F1، وكذلك سلسلة Dirt Rally اللي بتضم عربيات كتيرة وطرق كتيرة من رياضة الرالي. بس قبل ما نخش في المراجعة، أنت مين وعايز إيه؟ انزل تحت في الديسكريبشن هتلاقي لينك تقول لنا منه أنت مين وعايز إيه. من ناحية المحاكاة فما فيش حاجة واضحة ممكن تلاقيها غلط، لأن نظام المحاكاة اللي شايفينه في Dirt Rally 2 هو نتيجة سنين من الخبرة والتطوير لألعاب محاكاة كتيرة، لحد ما وصلنا لمرحلة إن العربيات المختلفة حركتها على الطرق المختلفة زي الحقيقة بالظبط. بل مش كده كمان، بل المساعدات اللي بتقدمها اللعبة تحسنهم بشكل كبير، فممكن تخلي اللعبة تساعدك في التحكم في سباقات العربية والتراكشن بتاعها على الأرض، واللي في نفس الوقت بيحافظ على واقعية الحركة. يعني لو حبيت تلعب اللعبة بحركة واقعية 100% وتحكم 100% هتقدر بصورة تخليها واقعية 100%، لكن مش هتقدر بصورة تمشي قدام لمسافة 100 متر على بعض، لأن التحكم في سباقات عربيات الرالي صعب جدا ومختلف عن العربيات العادية. ولو تعودت على عربية بصعوبة هتتعود على غيرها، ولو تعودت على حركة العربية على الرملة أو التراب هتروح على الأسفلت هتلاقي الموضوع متشقلب خالص. فالعاب زي F1 التركيز بيكون في التعود على العربية بس، لأن الطرق كلها موحدة، إنما في Dirt Rally 2 الطرق مختلفة ما بين رمل وتراب وأسفلت، وده هيتشقلب تاني لو المطرة مطرت مثلا. فمن ناحية الصعوبة هي تعتبر أصعب محاكاة، لأن رياضة الرالي في الحقيقة هي رياضة صعبة جدا، وهنا بيظهر مدى روعة نظام التسهيل اللي اللعبة بتوفره للاعب. فالتحكم في العربية اللعبة ممكن تقوم بالموضوع كله عنك، وانت كل اللي هتعمله انك تمشي وتفرمل وتحود، واللي بالمناسبة برضو مش سهل خالص. اكبر تحدي هو تثبيت العربية على الطريق، وده اللعبة ممكن تعمله لك لانه فعلا صعب جدا، لكن هيفضل قدامك تحدي انك تحرك العربية جوه الطريق نفسه خلال وقت معين. في نوعين اساسيين من السباقات، سباق الرالي العادي اللي كلنا عارفينه اللي بيكون عبارة عن طريق ضيق جدا يكفي عربية واحدة بس تمشي فيه، وبيكون طريق غير ممهد وبيبقى مليان بالمطبات والتعرجات، بالاضافة انه بيكون تراب والمتسابقين بيتحركوا واحد ورا الثاني، واللي بيخلص الطريق في وقت اسرع يعتبر هو الفائز. اما النوع الثاني هو سباق عادي في مضمار، وده بيكون صعب جدا بالاخص لو انت جاي من لعبة زي F1، لان عربيات الرالي بتحول بطريقة مختلفة تماما عن العربيات العادية اللي احنا عارفينها ومتعودين عليها، وغير كده الطرق كمان بيبقى نصها اسفلت ونصها تراب، فالموضوع بيكون معقد اكتر. التعقيد ده مش حاجة في اللعبة، بل التعقيد ده موجود بسبب ان الرياضة نفسها معقدة، واللعبة فعلا قدرت تحاكي الرياضة دي بشكل ممتاز. امواد اللعبة اللي في اللعبة ما فيهاش حاجة مفتكسة او حاجة جديدة، وده مناسب جدا للعبة محاكاة. في سباقات عادية جدا بتختار عربية والطريق اللي تلعب فيه، وفي سباقات ضد ذكاء اصطناعي او اونلاين جوه حلبة معينة، والسباقات اللي بالوقت بيكون ليها ليدر بورد على مستوى اللعبة كلها على كل منصات. احنا لعبنا اللعبة على بلايستيشن 4، فالليدر بورد كان ممكن يخليها بلايستيشن 4 بس او بين كل المنصات المختلفة. تجربة الاونلاين بالنسبة لنا على بلايستيشن 4 ما كانش فيها اي مشاكل خالص، بس بمجرد نزور اللعبة اللاعبين على ستيم اللي لعبوا على البي سي بدأوا يشتكوا من مشاكل في الاتصال، وده عامل مشكلة لان مود كارير اللي بتلعب فيه بشخصية بتعملها اول ما تخش اللعبة، والشخصية دي عبارة عن سواق بتعمل له اسم بس ملوش شكل معين، لكن بتلعب فيه في الكارير مود بتاعك وتدخل بطولات وتجيب عربيات جديدة وهكذا، وهو يعتبر الحاجة الاساسية اللي هتلعبها في اللعبة. فلو فعلا على البي سي على ستيم في مشاكل اتصال فهتكون مشكلة كبيرة، لان المود ده بيحتاج اتصال دائم بالانترنت، ما ينفعش تلعبه اوفلاين خالص. فلو هتجيب اللعبة على ستيم اتأكد اول ان مشاكل الاتصال دي اتحلت، لكن على بلاي ستيشن مفيش اي مشاكل خالص. Dirt Rally 2 لعبة محاكاة بكل التعقيدات اللي في عربيات وطرق رياضة الرالي، وفي نفس الوقت تعتبر اركيد بسبب التسهيلات اللي اللعبة بتقدمها في التحكم بالعربية، لكن مش اركيد سهلة بل اركيد فيها تحدي، ده غير ان المحاكاة الممتازة لعربيات الرالي من كل الجوانب، اذا كانت بقى حركتها على انواع الاراضي المختلفة او اصواتها بالاخص صوت الموتور. صوت الموتور بيتغير لما العربية بتترج بطريقة متفاعلة جدا ودقيقة جدا، لو ركزت فيها هتبهرك فعلا، ان مع كل رجة العربية بترجها على الارض، والارض كده كده فيها تعرجات كتيرة، فالعربية ترج كتير، فالموضوع هيبقى سهل انك تاخد باله منه لو ركزت. تفصيل عجبتني جدا بجانب التفاصيل التانية، زي ان صوت الموتور بيتغير لما تبص العربية من قدام او تغير الكاميرا كانت جوه العربية او براها. Into turn to right. Opens. بالاضافه للجرافيك الكويس جدا اللي مخلي كل حاجه واضحه وسهله للعين، واللي مخلي تجربه المحاكاه كامله تقريبا. الجرافيك ما فيهوش اي تقنيات جديده او تقنيات ثوريه، لكن معمول كويس بحيث يؤدي غرضه الاساسي اللي هو تقديم تجربه محاكاه مرئيا قريبه جدا للواقع. احنا كده نكون وصلنا لنهايه المراجعه بتاعتنا، يا ريت اللي عجبته المراجعه يعمل لايك، تضيف القناه اول مره شفنا يعمل سبسكرايب، ولحد الفيديو اللي جاي سلام.